هقول لكم حاجه كده بيني وبينكم يعني، بس على الاقل هحاول اجيب سرعه عاليه شويه. اوع ادينا طلعنا على الصحراوي عشان يعني لا قدر الله حادثه على سرعه زي دي ما فيش هزار يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم احمد علاء من قناه ايزي باك. طبعا في الظروف اللي احنا فيها وكورونا والمرض اللي عمال ينتشر للاسف، ان شاء الله يعني ربنا يعديها على خير. كل الناس بتحاول على قد ما تقدر تبعد عن التجمعات، سواء صحاب سواء العيله الناس كلها. فاحنا يعني كعيله اتجمعنا في مكان زراعي زي ما انتم شايفين، منظر جميل جدا جدا، قبل بوابه اسكندريه بشويه. فانا طبعا بدوري جيت بالموتوسيكل بالعروسه بتاعتي، كان نفسي اصور لكم الرايد وانا جاي، بس للاسف يعني ما حصلش نصيب، يعني حصل ظرفين ما عرفتش اصور بسببهم. اول حاجه ان انا قررت ان انا اجي بالموتوسيكل على الساعه 6 والحظر الساعه 7، يعني النهارده يوم 2/4 لسه، يعني الحظر شغال طبعا، لسه ما وصلناش للنص حتى، فما لحقتش حتى اجهز الكاميرات ولا اي حاجه. تاني حاجه وهي ان الخوذه بتاعتي زي ما انتم شايفين متفيمه، والساعه 6 ده يعني يكون الشمس خلاص بدات تنزل، والتفييم اللي انا عامله ده، وطبعا ما انصحش اي حد خالص ان هو يعمل اللي انا عامله ده، عشان التفييم ده بيحجب رؤيه كبيره جدا 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 عني. يعني انا بشوف حوالي 20% بس من الضوء اللي هو الطبيعي اللي انا شايفه ده دلوقتي طبيعي. فبنصح اي حد لو عايز سكرين سودا يجيبها سكرين سودا، يطلبها من على النت بقى تكون هي نازله مع الخوذه. كل خوذه بيبقى فيها كود هنا تحت، طبعا التفييم ده مش هتبقى باينه، كل سكرين بيبقى فيها كود، انت تقدر تخش من على النت تكتب الكود ده هتلاقي السكرين بتاعتك موجوده، في منها الوان في منها اسود الكلام ده كله، فانت تجيبها احسن سودا احسن ما انت تفيمها، عشان الصراحه ده يعني ما بشوفش منه خالص. وانا جاي كان الساعه 6:15 كده على طريق الصحراوي مش شايف اي حاجه يعني ماشي على انوار العربيه، طبعا ده يعني محدش يعمل كده خالص يعني. تمام، بس هعوضكم الموضوع ده دلوقتي ان انا هنطلع رايد سريع كده وانا راجع اسكندريه هعدي البوابات. هقول لكم حاجه كده بيني وبينكم، يعني العداد بتاعي ما كانش شغال. تمام، يعني انا جايب الموتوسيكل وما كانش شغال، يعني دايما انتوا لو شفتوا الرايدات بتاعتي القديمه او قبل الفيديو ده يعني هتلاقوا ان العداد صفر، مهما كنت بجري صفر، مش بيتغير عن الصفر. فانا جايب الموتوسيكل كده، فالحمد لله انا صلحت العداد وعايز اجيب بيه سرعه، مش هقول دلوقتي ان انا هحاول اجيب التوب سبيد، بس على الاقل هحاول اجيب سرعه عاليه شويه وهصورها معاكم. هعدي باب اسكندريه دلوقتي بحاجه بسيطه، يعني من عند اول ملف او تاني ملف هرجع تاني. الطريق ما بين اسكندريه والقاهره حلو جدا جدا ما شاء الله، يعني الجرى فيه، ويا ريت برضو محدش يحاول ان هو يجري يقلد الجري اللي انا هعمله دلوقتي، يعني ده على مسؤوليتي الشخصية. اللي حابب يجري في أي وقت يلبس سيفتي كامل، يبقى الطريق 100% فاضي، فياريت تخلي بالكم وانتوا سايقين. يلا بينا نبدأ الرايد. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدأ الرايد بتاعتنا. طبعا زي ما انتوا شايفين منظر حواليا حلو جدا جدا، احسن حاجة والله في الوقت ده ان كل واحد يعني يحاول ينعزل عن بيت الناس، عشان احنا في اصعب وقت دلوقتي حاليا في المرض ده، يا ينتشر يا نعرف نلمه. يعني طبعا دي اول رايد ليا اتكلم فيها معاكم، قلت اجرب يعني النهارده ان انا اتكلم معاكم، مش عارف بقى الصراحة الصوت هيبقى واضح ولا لا، بس على قد ما اقدر يعني حاولت احط المايك جوه الخوذة بالشكل المناسب. يعني بصراحة يعني احلى منظر اسوق فيه.
طبعا يا جماعه يعني مش قادر اقول لكم قد ايه الخوذه مهمه عموما، يعني سواء داخل المدينه او خارج المدينه على الطرق السريعه صحراوي او ساحل ايا كان. يعني وانا جاي والله الخوذه دي انقذتني من حاجات كتير، يعني اولها الحشرات. الصراحه الحشرات على طريق صحراوي او اي طريق سريع مش هتسمح لك ان انت تعرف تسوق من غير خوذه. يعني انا الخوذه بتاعتي الحشرات بتفرقع عليها بطريقه لا تتخيلوها. اي حد بيطلع صحراوي، اي بايكر عموما بيطلع صحراوي اكيد هيبقى عارف الكلام ده. فمش ده معناه بس ان انتوا تلبسوها على الصحراوي على الطريق السريع، لا، جوه البلد وخارج البلد امان ليكوا سواء للحوادث لا قدر الله او اي حاجه. ادينا طلعنا على الصحراوي، حاجه بسيطه على باب اسكندريه، دقيقتين ولا حاجه. يعني جبنا كده 234 قبل البوابة، ف يعني رقم مش وحش. ادي بوابة اسكندرية يا جماعة. اهم حاجة اللي يجري بالمنظر ده واي حد يطلع يعني يبقى معرض نفسه للخطر، ياريت يكون متمكن من الموتوسيكل بتاعه، ياريت يكون بقاله كتير بيسوق، يكون مأمن نفسه على قد ما يقدر، يلبس السيفتي كامل، مش خوذه وجوانتيات، لا، خوذه وكوع وركب وجاكيت سيفتي، جوانتيات، كل حاجه، عشان يعني لا قدر الله حادثه على سرعه زي دي ما فيش هزار. يعني الرحمن الرحيم نبدأ بقى نطلع طلعة حلوة كده. حلو، 250 مش وحش، اكيد مش وحش. بما انها ستريت فايتر نيكت ف 250 هي 1000، يعني سي بي 1000 ار لو محدش يعرفها. هي مش سي بي ار 1000 عشان ناس كتير قوي بيفتكروا انها سي بي ار 1000، هي سي بي 1000 ار ستريت فايتر نيكت بايك. جبنا دلوقتي 250، اعتقد ان في احسن من كده. طبعا هو اللي ما يعرفش الطريق الصحراوي اللي هو اسكندريه القاهره ما فيهوش ملفات من عند الجزيره نفسها، الجزيره اللي في النص، لازم بتطلع من على الطريق الاساسي، تطلع على طريق الخدمات او الطريق في طريق جانبي. يعني هتلاقي كوبري زي اللي احنا طالعينه ده، كوبري بس كل مسافه بعيده قوي، فانت لما تيجي تفوت واحد يعني هتمشي كذا كيلو عبال الملف اللي بعده، وبعيد جدا. يعني اخر مره طلعت على الصحراوي يعني عديت حوالي 3 ملفات، يعني كنت خلاص داخل على القاهره. يعني
ادينا بنتعلم. بس هو عشان ايه المدخل بتاع طريق الخدمات لما بيفوتني هو بيبقى قبل الكوبري بكتير، يعني انت اول ما تشوف الكوبري حاول تحضن يمين على طول انك تطلع على طريق خدمات عشان المدخل بتاعه بيبقى بعيد عن الكوبري شوية. فلما بعديه ما بعرفش خلاص غير على الكوبري اللي بعده. طبعا يا جماعة مش عايز اقول لكم كمية الحشرات دلوقتي على السكرين بتاعت الخوذة. لسه كنت بتكلم في الموضوع ده معاكم من شوية وهو دلوقتي فعلا كمية حشرات يعني كتير جدا جدا. كل ده على طريق الخدمات، كل ده مفيش مخرج او فتحة تطلعني على الطريق الرئيسي. انا لغاية دلوقتي والله بدور على مخرج، مفيش ولا مخرج لغاية دلوقتي. عشان كده بقول لكم يعني تخلوا بالكم وانتوا عايزين تلفوا باي ملف تاخدوا بالكم كويس قوي من اول طريق خدمات او اي اول مخرج طريق خدمات على ايديكم اليمين. انا اعتقد ده مدخل مش مخرج بس ماشي. احنا خلاص داخلين على البوابات. برضو اللي عايز يعرف هل الموتوسيكلات بتدفع رسوم على البوابات دي ولا لا، هو انا لغايه دلوقتي ولا مره دفعت رسوم. يعني احيانا بيسالوني هل هتعدي القاهره ولا لا الكلام ده، هو انا دلوقتي يعني من نفسي خلاص بقيت اقول لهم انا مش هعدي القاهره، يعني رايح من عند تاني ملف كده ولا تالت ملف وهرجع. ده فعلا يعني ما وصلتش القاهره قبل كده، ما اعرفش ايه الفكره. بس هم مش بيدفعوك يعني لما بتقول لهم كده، ممكن واحد يغلس يقول لك لا تدفع، مش فرق يعني هم 10 جنيه عموما. يعني هو دلوقتي دفعوني لسه بتكلم في الموضوع بقول لكم ولا مره دفعوني، المره دي دفعوني عادي بس المره دي بيقول لي 5 جنيه. يعني ما اعرفش صراحه، ما اعرفش الرسوم، المفروض ان انا اعرفها 10 جنيه بس ممكن بقى حاجه للموتوسيكلات ما اعرفش الصراحه. عدينا البوابه دلوقتي بقى هتلاقوا زحمه شويه. هو دايما كده ما بين بوابة اسكندرية واسكندرية نفسها يبقى طبعا ازحم بكتير، عشان كده ما بحبش اجري في النص على قد ما بحب اجري بعد البوابة نفسها ما بين بوابتين، بوابة القاهرة وما بين بوابة اسكندرية. يعني بحاول على قد ما اقدر اللي عايز يطلع يجرب ريضايا كده ولا حاجة، على قد ما اقدر بحاول افيدكم واديكم معلومات. طبعا هنا بقى الملفات عادية، الملفات حتى هو في النص في الجزيرة نفسها مش كوبري يعني زي ما بين بوابتين. اكيد ملاحظين الزحمه، الفرق في العربيات والزحمه ما بين قبل البوابه وبعد البوابه. احنا دلوقتي كده داخلين على العمريه، منطقه العمريه. حبيت اشارككم شويه احداث كده في اليوم بتاعي. لو الموضوع عجبكم يا ريت تقولوا لي في الكومنتات وابدا اعمل بعد كده يعني فلوجات رايدات اتكلم فيها، ادي نصايح، ارد على اسئلتكم. طبعا انا برد على الاسئله كلها في الكومنتات، يعني الحمد لله ما فيش حد بيكتب لي كومنت غير لما برد عليه. تمام، مهما كان طول الكومنت، مهما كان السؤال، سواء على اليوتيوب سواء على الفيسبوك سواء على رقمي الخاص، يعني انا الناس اللي بتطلب رقمي بديه لهم من غير نقاش يعني. تمام، فلو عجبكم الموضوع، لو استمتعتوا، لو عندكم اي اسئله وحابين ان انا ارد عليها فرايد تانية، حتى مش شرط على الصحراوي، يعني ممكن يكون الصوت كان صعب شويه عشان على الصحراوي فكان ايه الهواء مدالي شويه على الصوت بتاعي، ان شاء الله يعني يكون واضح يا رب. فلو عجبكم الموضوع ممكن حتى اطلع رايدات بقى على البحر،
الكلام ده ارد على اي حاجه انتوا عايزينها. تمام، لو حد عنده اي حاجه طبعا يكتبها في الكومنتات هرد عليها على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.